जी अस्सलाम वालेकुम करी साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे जी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बताइए। तबीयत अच्छी है आपकी? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आज हमने पढ़ना है सूरह मुरसलात को। जी हाँ, मैं जितनी अब याद याद की हुई है आपको मैंने। जितनी याद है वो सुनाए। जी मैं शुरू करता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم ثم نتبعهم الآخرين. हाँ हाँ जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया। ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق كم مما أوم نخ هان جي هان جي ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل وثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فاكدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في
ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بعده يؤمن فبأي حديث بعده يؤمنون یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے یاد کی تھی تو اس پہ بھی مجھے ذرا بار بار نہیں میں نے ایک بار اس سے پڑھے اس کو ایک بار پھر پڑھے زبانی جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين في قرار فجعلنا في قرار مكين إلى قدر معلوم وجعلنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون
ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فاكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون هنانيا هانيا ها كلوا واشربوا هانيا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ما شاء الله ان شاء الله کل ہم پڑھیں گے سورہ الدہر جی ضرور ان شاء الله وہ میں نے بھی یاد نہیں کیا ابھی میں اس کو کیا کہتے ہیں پڑھنا شروع ہوا ہوں آہستہ آہستہ نا جو مطلب آپ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں نا جی جی بالکل جتنی آیات جی جی اتنی آپ کر لیں جی میں ضرور ضروری نہیں ہے کہ سورہ کو یاد کریں جتنا ایزیلی یاد ہو سکتا ہے جی ضرور ان شاء الله میں کوشش کروں گا کل والی کلاس میں ملتے ہیں جی ضرور انشاءاللہ بہت مہربانی جی اللہ حافظ